بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الـ ICSRs Data and Quality Management، المانجمنت بتاع الـ ICSR والكواليتي بتاعتها. خلاص، طيب. اول حاجة هنا بيقول لي الـ Electronic Data and Paper Reports of Suspected Adverse Drug Reaction should be stored and treated in the same way as other medical records. يعني انت بنفس الطريقة اللي بتتعامل بيها مع اي تقارير اخرى هنتعامل مع ايه؟ مع الاي سي اس ار والريبورتات، سواء كانت سوفت او هارد. خلاص، ولكن لازم في الاي سي اس ار تراعي مبدا مهم جدا اللي هو الكونفيدنشاليتي والبرايفسي بتاعت الايه، بتاعت البيشنت. انتوا عارفين طبعا ان المرضى، لما معظم المرضى لما بتيجي تاخد منه اي سي اس ار ما بيحبش يديك تليفونه وما بيحبش يديك اسمه وما بيحبش ايه، لان دي اسرار، فما يحبش ان حد يعرف ان هو خد دواء وحصل له مشاكل و. فالكونفيدنشاليتي اوف ذا بيشنتس ريكوردز انكلودنج بيرسونال ايدنتيفايرز اي بروفايدد شود اولويز بي مينتين، لازم تحافظ عليها ولازم ما تعرضهاش لاي حد ولازم مش اي حد يشوفها انسو. خلاص، with regards to patients and reporter identifiability، ده بالنسبة للبيشنت وبالنسبة للريبورترز وبالنسبة للهيلث كير بروفيشنالز. كل الداتا اللي موجودة في الاي سي اس ار دي داتا كونفيدنشال، تمام. لو انت بتنقلها للوزارة لازم بتنقلها بطريقة معينة، تكون في اس او بيز بتقول لك ازاي تنقل، ما ينفعش تنقل كل مرة بشكل مختلف. حتى النقل الداخلي بين، لو انت متعاقد مع شركة بتعمل لك خدمات اليقظة الدوائية وانت بتنقلها الاي سي ار والشركة دي هتنقل الاي سي ار للوزارة، لازم يكون في اس او بيز داخليه بينك وبين بعض لطريقه النقل، بما يحافظ على الكونفيدنشاليتي وعدم نشر الاي سي اس ار على المشاع. خلاص، ان اوردر تو انشور فارماكوفيجيلانس داتا سكيورتي، عشان نتاكد ان من السكيورتي بتاعه الفارماكوفيجيلانس داتا والاي سي اس ارز بتاعتنا والكونفيدنشاليتي، بيقول لك مش اي حد يخش. ستريكت اكسس كنترول شود بي ابلايد، مش اي حد يخش. لا السيستم، لو احنا بنتكلم على السوفت، على السوفت كوبيز، لازم يكون يوزر نيم وباسورد للشخص المسؤول ومش مديها لاي حد. لو في الهارد كوبي لازم يكون محفوظه في مكان معين، مش اي حد معاه المفتاح بتاع الستورز. That security extend to complete the database in this aspect procedure should be implemented. هنا بيقول لك ايه، لازم تحط اس او بيز عشان تحافظ على السكيورتي والكونفيدنشاليتي. When data transfer of pharmacovigilance data occurs within organization، قلنا الكلام ده لما تنقل الداتا داخل نفس الاورجنايزيشن بين حد انت متعاقد معاه، لازم تحط اس او بيز لطريقه النقل. داتا انتري ستاف، الناس اللي هي بتدخل الداتا انتري، اللي بتجيب الاي سي اس ار الهارد وتدخلها على الداتا بيز اللي عندك على السوفت وير، لازم يكونوا مدربين كويس وعارفين الترمينولوجيز كويس، وعارفين ان لما المريض يقول له انا عندي اسهال يترجمه الى دايريا، وعندي كومون كولد يترجمه لايه وانسو، فلازم يكونوا مدربين جيدا على طريقه الادخال والتكويد. الداتا received from the primary source should be treated in unbiased and unfiltered way. لما تيجي تاخد الداتا من المريض الاي سي اس ار الاصليه، ما ينفعش تقول ان لا ده المريض ده كان يقصد بالكلمه دي كذا، لا، الاوريجينال فيرباكيم اللي المريض قايله، المصطلح اللي المريض قايله، يعني لو قال لك حلي هو قايم عليا يبقى تكتب حلي قايم عليا. خلاص، يبقى المصطلح الرئيسي اللي المريض كتبه لازم تدخله، وبعد كده بقى انت بتكود هذا الايه؟ المصطلح الطبي، خلاص؟ بميديكال اسسمنت، وبعد كده بتكوده بتقول الايه؟ التعبير بتاعك، لكن الاوريجينال فيرباكيم اللي قاله المريض لازم يتكتب زي ما هو، ليه؟ لان انت قد تكون ترجمتك غلط للايه؟ وتكويدك غلط وطريقتك في التكويد والتعبير كانت غلط، فلازم تكتب علشان لو غيرك هو بيعمل عليك دبل تشيك يعرف الصح ايه. خلاص، وهنا بيقول لك الاوريجينال فيرباكيم الاصلي بتاع الايه، بتاع المريض، لازم يتكتب زي ما هو علشان نعرف مين اللي كود المصطلح ده، وعشان نعرف نعمل اوديت تريل كويس، ونعرف مين اللي دخل على السيستم ده الساعه كام وكوده الساعه كام وخرج الساعه كام و و و، عشان نعرف المشكله فين ونعرف نحلها. البروسيدور هنا بيتكلم لك عن الاس او بيز اللي انت بتحطها، should be in place to account for identification and management of duplicate cases. لازم يكون في اس او بيز للديتكشن اوف دوبليكيت، وانت الراجل اللي هو بيعمل داتا انتري وبيدخل الكيسه على السوفت وير، لازم قبل ما يدخلها يديتكت الدوبليكيت الاول. افرض الكيسه دي داخله قبل كده، فمثلا لو الكيسه بتحتوي على ماده فعاله باراستامول، يشوف كل الكيسز اللي بتحتوي على باراستامول. طيب المريض كان اسمه محمد، يشوف كل الكيسز اللي يعمل
فلتريشن تاني للمرضى اللي اسمهم محمد، ويشوف اوزانهم نفس الوزن اللي كان عندي ولا لا. البيانات كلها مشتركه يبقى دي دوبليكيت، لان البيانات مختلفه يبقى مش دوبليكيت كيس. يبقى هو وهو بيعمل داتا انتري لازم يديتكت ايه الدوبليكيت الاول. ساتش اد داتا كولكشن، بالنسبه بقى للداتا كولكشن والداتا ترانسفير والداتا مانجمنت والكودنج والفاليديشن، كل الكلام اللي قلناه والايفالويشن والكلام ده كله تمام. Conformity of stored data with initial follow-up report should be verified by the quality control procedures. هنا عايز يقولك ان لازم يكون في double check، يعني ان الراجل بتاع الداتا انتري دخل الحاجة وبعد ما دخلت بقى افرض دخل غلط، لازم يكون في حد بيعمل double check وراه بيراجع بقى، يجيب الهارد كوبي اللي هي بتاعت الاي سي اس ار الاصلية ويقارنها ب الداتا اللي دخلت على الجهاز ويشوف نفس الداتا ولا لا، لان قد يكون الانسان اللي دخل الداتا على الجهاز غلط، فلازم يكون في عليه دبل تشيك. الدبل تشيك ده بنسميه كواليتي كنترول. خلاص in this aspect the source data the letters بتيجي تراجع بيه اللي هو الكواليتي، الراجل بتاع كواليتي كنترول بيجيب السورس داتا اللي هي الداتا الاصليه الهارد كوبي، سواء كانت خطابات او ايميلات او ريكوردات او تسجيلات من التليفون او وبيقارنها بالداتا اللي دخلت على الايه على السوفت وير. خلاص لو في غلطات يصلحها. Staff directly performing pharmacovigilance activity اللي هم ايه الداتا انتري والكيو بي في، الناس اللي بيتعاملوا مع اليقظه بصوره دايركت كونتاكت لازم ياخدوا تريننج بصفه مستمره على كل واحد على التاسكات اللي ايه اللي بي ايه اللي بي بيؤديها. خلاص هاي انما البرسونال التانيين بقى اللي هو زي الميديكال ريب والناس بتوع السيلز و مش هياخدوا تريننج على الفارماكوفيجنس كله، لا ده بياخدوا على الحته بتاعتهم ازاي كوليكت الريبورت، ازاي ريبورت الريبورت للايه للكيو بي في بتاع الشركه بتاعته انسو. خلاص يبقى كل واحد ياخد تدريب على قد شغله وعلى قد عمله. خلصت محاضره.